السلام عليكم يا احلى متتبعين، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم عاود وليت لكم فيديو جديد. الفيديو اللي كنت وعدتكم به هو طريقه عمل دجاجه محمره في الكوشه. كيفاش درتها؟ راح نعطيكم جميع التفاصيل كيفاش جات. هكذا رافقتها انا مع ارز وبطاطا تانيت. راح تشوفوا معايا خطوه بخطوه جميع يعني الاسرار تاعها باش تجي هكذا. وجات ما شاء الله، يعني جات بنينه وطريه لداخل، يعني ماشي ناشفه من الداخل. فوالا دوك تشوفوا كيفاش جات لداخل، يعني جات ما شاء الله. ننصحكم جربوها، ما حش تندموا اكيد. يعني منين داك هكا نديروا حاجه كيما قال لا فامي. وانا درت هنا دجاجات صغيره يعني تاع كيلو. هو في الدجاج محمر ما ديروش حاجه لي يعني اللي تكون بزاف دجاجه كبيره، قد ما تكون دجاجه صغيره تكون بنينه اكثر. نروحوا للمقادير وطريقه التحضير. هنا عندي دجاجه كنت غسلتها بالماء والخل والملح، شللتها مليح. بيان سور تكون مشوطه عند الاخر، شوطوها عند الجواج ولا شوطوها نتوما في الدار يعني كيما حبيتو. المقادير يعني المرافقه عليها عندنا البصل، فوالا نقطعوه عشوائي ماشي يعني ما يكونش قطع معينه. عندي تانيت الجزر نقطعوه كذلك عشوائي. هذيك الجزء الاخضر دائما نحيوه، يعني كي يكون هذاك الجزء الازرق ولا الاخضر بزروقيه هكاك نحيوه، سواء في البطاطا ولا في الزروديه يعني ما نخليوهش. نقطعوه كذلك الطماطم، انا استعملت حبه طماطم. بالنسبه للثوم فقط اللي نديرو كميه معتبره، يعني الثوم هو اللي راح يبننها لنا، يعني هو حيدير لنا هذيك البنه كما راكم تشوفوا. عندي تاني الرند وزعتره، هنا راح نحطها في قدر. يعني هذه طريقه من طرق تاع اللي نحمروا بها الدجاج، ويعني تكون سهله وبالخف توجد. فوالا دوك نرمو تاني ورقة الرند. الخضر تاني كامل راح نديرها دفعة واحدة، ومن بعد هاديك نخليها تغلي. بيان شو نزيدو الملح، درت هنا زعترة، نزيدو الملح. يعني هاد الطريقه راح تخليكم ديروا الفلفل الاسود. الطريقه هذه راح يعني تخلي الدجاج ديالنا يطيب وما ياخذش وقت بزاف في الفوق. عندي ضفت هنا الكمون، فلفل كحل وتوابل الدجاج، خليتها تغلي. هنايا درت البطاطا صغيره، هذيك الحبات الصغار درتهم يغليو، درت لهم الملح اكيد. هنا بعد ما بدا يغلي لي الدجاج ديالي نخليه حتى قريب يلحق ثلثي طياب، يعني فقط كيبقى له ثلث برك اللي نديروه داخل لا ماريناد هذه. بالنسبه لل يعني لا ماريناد عندنا هنا درنا فلفل اسود، توابل دجاج، راس الحانوت، كمون، ودرت ثاني الثوم. راح نضيف كذلك كميه معتبره من الخردل لا موطاغ، راح تزيد لنا بنه. درنا شويه هنا قطرات تاع الخل ماشي بزاف. وهنا بعد ما شت الخليط ديالي بلي جا ثقيل شويه حكمت شويه هكاما وزدته معه، ولا تقدروا حتى من هذيك الصلصه وتخلطوها معه. فوالا دوك انا نغطي كامل الدجاجه ديالي بهذيك لا ماريناد. ودرت ان بلا دهنته انا بالزبده فوالا، ونحط هذيك الدجاجه ديالي. فوالا هنا التانيت الداخل عمرناها بلا ماريناد، يعني باش هذاك هذوك لي زيبيس كامل تشربهم الدجاج. بعدها نغطيوها بالالومنيوم، نخلوها قسمه شغل هذيك لي زيبيس والاخر كامل يدخلوا فيها. هنا بعد ما كانت خلاص طابت راح تبقى غير تحمر، والبطاطا ديالي كانت واجده
حكمت هذه قطعة الجزر اللي كنت طيبتها مع الدجاجة، قطعتها وضفتها معهم. هي يستحسن يعني انا في هذه الخطوه هذه لي شويه، يستحسن هذيك البطاطا كي ديروها يعني خلطوها مع لاصوص اللي مع الدجاجه، اللي تطلقها الدجاجه تجي بنينه خير وخير. يعني انا كنت ما غلفتهاش بيا، ابخي مور ما طابت لي غلفتها. هذه هي بعد ما تحمرت، كنت تشوفون الرز كنت غليته لاصوص كملت ريحتها كامل ورافقتها معها. هذه هي الطريقه، ان شاء الله يكون عجبكم طبق تاع اليوم وتجربوه، حاجه خفيفه. ومنين داك منين داك لازم حتى مع غلاء الاسعار، لكن عائلتنا والاطفال ديالنا ما لازمش كما يقولوا نحرموهم. هذه هي مع اليامات اليوم جايين ان شاء الله تاع الاختبارات، ربي يوفق الدراري كامل وينجحهم في دراستهم. نقول لكم انا هنا نخلي لكم الخير ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. ما تنساونيش تدعموني بالاشتراك واللايك، ما تنساوش سورتو اللايك، باسكو هو اللي راح يطلع على لا فيديو هذه ويخليها يعني تبان للناس واحد اخرين. ومع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله، دمتم في رعايه الله وحفظه. Thank you.